اللاجئ السوري أبو حمزة من دمشق، عايش في سنوليكي في كام سوفتكس، يخترع غسالة كهربائية، غسالة من أدوات بسيطة. نعم، اللاجئ معنا الآن، اللاجئ السوري أبو حمزة من مدينة دمشق، قام باختراع غسالة كهربائية في أحد الكامبات في اليونان، والغسالة تعمل بشكل جيد جدا، وهلأ عم تنظيفها جيد، تنظيفها كتير منيح، وجميع الأصدقاء الآن يشاهدون الغسالة كيف تعمل. نعم نحن نشاهد. فلهيك في عندنا كتير لاجئين موهوبين، في عندنا كتير لاجئين ممكن يخترعوا شغلات كتير لحتى يحاولوا يساووا الحياة أسهل في الكامب، باعتبار في كتير صعوبات بالغسيل. هذه هي الغسالة، وهذه هي الغسالة. الآن نشاهد الغسيل، هو مغسول ونظيف. هذيك الغسالة من جوا. وهذا هو الفراش. طبعا الغسيل كتير نظيف، والغسالة تعمل بشكل جيد جدا وممتاز.